خلي ارجع وياك الى اول مباراه سجلت الكاميرون صربيا ابو احمد. اي الكاميرون صربيا الكاميرا الحقيقه كانت المباراه مفتوحه جدا كانت نعم. مباراه مفتوحه نعم ولهذا شفنا بها غزاره اهداف وهذه نعم. الغزاره نتيجه انه الفريقين كانوا يفكرون بالفوز بشكل كبير وعلى الاساس يعني شفنا انه دائما الفريقين يحاولون ان يوصلون باقرب وقت واقل جهد الى المرمى والحمد لله انه شفنا مباراه جميله يعني اليوم هي كلها عباره عن مباريات ال يعني اللي تخص مباراه اليوم كانت كلها مباراه جميله جدا بها غزاره اهداف ما عدا المباراه الحذره كانت شويه البرازيل وسويسرا لانه يفكرون بالصداره ولهذا كان تسجيل الاهداف في المباراه الاولى شفناها بها اندفاع بدني بها فكر هجومي بها كثير من الامور اللي تعرف مدرب صربيا كلامنا عن الكاميرون وصربيا مدرب صربيا واحد من افضل لاعبين العالم على فكره هذا سنه 87 التقينا منتخب العراق مع نادي بارتيزان هو كان في هذه السنه ماخذ افضل لاعب شاب بالعالم لما يمتلك من مهارة وقوة نعم. فلهذا تشوف المدرب لما يكون مهاجم تلقى الفريق يميل إلى الكرة الهجومية يعني احنا حقيقة حتى المباراة اللي قبلها هو فريق دائما يوصل للهدف يوصل هذا كل أسلوبه هجومي فأمتعون اليوم بمباراة تحس بأي لحظة يعني ما تقدر حتى تقوم تغسل إيدك لأنه ممكن يفوتك هدف زين سلام منو يعني هم تعادلوا بس انت من وجهة نظرك أكو فريق استحق الفوز لأن أنا شوية عندي شغلات ويا الكابتن انا والله كنت يعني كنت اتوقع صربيا لانه عندي اطلاع على اغلب لاعبيهم اللي يلعبون في الدوريات الاوروبيه اكثر من الكاميرون اذا اتفقت ويا الكابتن اذا انت معاه انا مو بطبيعتي انا مو ميال للكره الافريقيه لانه غالبا ما تعتمد على القوه البدنيه على الالتحامات هذه تؤدي الى اصابات تؤدي الى انه تروح كثير من المتعة بس هي مو عيب لا هي ميزة لكن إذا تسألني عن رأيي الشخصي أنا ميال للفريق اللي يحب يلعب كرة هواية وخصوصا إذا بالقاع نعم أبو أحمد أرجع إلى كوريا ثلاثة عفوا غانا ثلاثة كوريا اثنين غانا وكوريا الجنوبية في علم التدريب أو في الإحصائيات عادة الفريق اللي يجي من خسارة ويتعادل يكون هو الأرجح بالفوز على أساس أنه الحالة النفسية التصاعدية لكن فاجئونا بالهدف الثالث غانا غانا لكن مع هذا إذا شفت الربع ساعة الأخيرة من المباراة أنت أمام فريق أوروبي من أفضل فرق أوروبا اللي أقصد الكرة الجنوبي يعني جت واحدة من الحالات ثلاث مرات أربعة تتحول الكرة من سنتر شوت من جهة اليسار وتعبر وترجع من جهة اليمين تعبر هذا دليل على أنه الفريق الكوري كانت هي النتيجة أشوفها أقرب يفترض التعادل أبو أحمد أنت هواي لعب ضد الفريق الكوري الجنوبي والله كل شواي قسم بالله أنا متابعهم من 2007 وكنت أحلل بلاير يوم اللي التقينا بياهم وفزنا عليهم أنا ما شايف الفريق الكوري أدى الشوط الثاني طيلة حياتي بهذا الشكل يعني اليوم اليوم الفريق الغاني عبارة عن غابة من السيقان موجودة بال 18 يشتتونه وترجع عليهم الكرة أو تأييد لهذا كلامك أستاذ خلاص احنا بالثمانينات احنا بالثمانينات منتخب العراق ما كنا نشيل هم لآسيا إلا من كوريا فقط الكوريا يعني اليابان ما كان رقم يشكل صعوبة صحيح. لكن الفريق الكوري التقينا وياه في أمم آسيا في دورة الألعاب الآسيوية في أولمبياد سيول 88 جونا لبغداد لعبنا مباراة وياهم ودية فريق دائما هو احنا بالنسبة لنا يخيفنا لأنه يمتلك سرعة وقابلية مهارية مربوطة مع السرعة طلعنا لهم اليابان طلعنا لهم اليابان بال 94 برأسية جعفر عمران أبو أحمد أروح إلى المباراة الثالثة البرازيل 1 سويسرا 0 المباراة الثالثة كان أستاذ خلف
يقول ما شفنا بها أهداف، أكيد ما تشوف بها أهداف، لأنه أنت تعرف اليوم يعني شفت سويسرا أكثر الوقت دافعوا بالثلث الدفاعي من دفاع زون، فأنت تعرف فريق مثل البرازيل، فريق مثل البرازيل ما تقدر توقف المد الهجومي إلى ألا أن تغلق المساحات، لكن هذا مو يقلل من قيمة الفريق السويسري. أيضا هو كان فريق يهاجم وفريق وصل للهدف ونافس، لكن الفريق البرازيلي أدواته أفضل، تجربته كلاعبين بشكل فردي وجماعي أكثر.